إيه؟ احنا نقضيها كده بس؟ لا لا، بس في الأول، واحدة واحدة يا واش يا واش. هي بتبتدي كده بالقعدة، وعلى الأسبوع الجاي أخدك ونسافر. نسافر كده مرة واحدة؟ لا مرتين، ما احنا هنريح في الريست. أنا بقى هدخلك التاريخ، أنت مش عايزة تخش التاريخ؟ أنت بقى هتدخلني التاريخ؟ ده أنا اللي معايا مفتاح كتاب التاريخ. بس خدي بالك بقى، التاريخ ده ما بيخشوش غير الأموات ولا حمامات. أنت بس تعاليلي وهتشوفي ايه اللي هيحصل. تعاليلي حضرتك وانا هخلص لك موضوعك.